نظارات للسباحة هي الأولى والوحيدة القادرة على قراءة نبض قلب السباحين بشكل تلقائي ومتواصل خلال السباحة. يسجل المستخدم عمره ومعدل نبض القلب المطلوب تحقيقه خلال السباحة. في أعلى العدسة ضوء صغير يدل بشكل غير مباشر على مستوى أداء السباح. الضوء الأحمر يعني تخطي السرعة القصوى وتخطي معدل النبض المطلوب. الضوء الأخضر يعني الوصول إلى معدل النبض المطلوب. الضوء الأصفر يعني إمكانية زيادة سرعة الأداء. نظارات السباحة باترفلاي سهلة الاستعمال وتستخدم كأي نظارات سباحة عادية وتساعد السباح على مراقبة مستوى أدائه خلال السباحة. نظارات السباحة باترفلاي تشكل نقلة نوعية في مجال الرياضة. Ha ha ha.